لكن العكس هو ما حصل، حيث تفيد تقارير إسرائيلية بأن الأنفاق صارت مقابر دفن داخلها عشرات من عناصر حماس. ومع تواصل القصف الإسرائيلي على منازل قادة فصائل غزة واستهدافهم، أفادت مصادر العربية بخروج عدد كبير من عوائل وأبناء القادة إلى مصر. أقول احذروا الطابور الخامس، احذروا من يقود الإعلام الصهيوني العربي، احذروهم، يريدوا أن يشتتوكم، يريدوا أن يبثوا اليأس والإحباط داخل الشعب الفلسطيني والأمة العربية.